شباب الهدر ومثل المزل ومن دعاهم للحرب دع الوطن. عف يا شباب الأرعب ورتل العدا الأم لطرف الليل نوم الفاجدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حيا الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في ظرف صعب حقيقة يمر به البلد، إضافة إلى معاناته ومشاكله وما يمر به من تداعيات خطرة في كل المجالات. جاءت كورونا، هذه الجائحة اللي عطلت تقريبا الحياة في كل دول العالم، يعني هي جامعة لكل الكون مر بها هذه الجائحة. احنا نتمنى ان شاء الله الشفاء لكل من تعرض لهذا المرض وان شاء الله تزول هذه الجائحة. معها نقول الرجل كلمة واذا قال الرجل يفعل. احنا حقيقة نحتاج الى من ينفذ اقواله الى افعال. العراق الان يمر بمحنة عظيمة وتراجع في كل مجالات الحياة، على من يتصدى للمسؤولية أن يحارب الفساد ويقضي على الفساد وينفذ برنامجه حتى نتمكن من أن تكون هناك مجال أو فرصة للانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة لا يمكن أن تتم في الظروف التالية: أولاً وجود نازحين في العراق بالملايين، وجود مغيبين ومعتقلين لا نعرف مصيرهم أين هم. ثلاثة، إيجاد مناخ مناسب بحيث يتحرك الناخب إلى المركز بحماية الجيش ويدلي بصوته بكل حرية وأمان حتى تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة وبإشراف أممي ودولي. فلذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى، الله يعين المتصدين للمسؤولية أن ينفذون هذه الأمور الأساسية لأجل نجاح الانتخابات ولأجل إنقاذ العراق مما هو فيه ويتعافى العراق إن شاء الله، وهذا ما نتمنى. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، غاية السعادة والسرور أن نلتقيكم إن شاء الله وكل ربعي وضيوفي متعافين إن شاء الله وبعيدة عنهم الكورونا وعنكم جميعا. أعزائي المشاهدين رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، ضيوفنا الأعزاء الأخ الشاعر أبو أحمد الطعماوي. لو ما غوالي ما جيتكم عدار ربي عالي رأت الولف بالخير. ايضا الاخ الشاعر ابن الانبار والذي له باع طويل ومشاركه فاعله في هذا البرنامج، الاخ الشاعر ضياء الحلبوسي. حيا الله ابو نور. انا البحر الغميج الماء يفوج انسان والرايد يفوج على الجرف يغرق. ايضا الشاعر المبدع واللي كان ضيف عزيز علينا في الحلقات الماضية، الأخ العزيز الشاعر عماد المناضل. هذا كان بعدني مسابج الريح وجيال التونس بالمراجيع، يخسى كل من يقول عقالك يطيح دليم ورافع راس قبال الناوي على الشاجور. أيضا
الفنان المبدع والذي يؤدي الأطوار والأنماط والألوان الغنائية الفنان عطية جبوري. والعين عين العيون الله اشقد حلوات هذا لي اشغالي. يا اهلا وسهلا، حي الله الاخ العزيز ابو احمد، احنا مسرورين جدا وجودك ويانا، وحقيقه من زمان يعني احنا تمنينا ان تكون معنا، ولكن للظروف هذه والمعاناه والتهجير فالان نورتنا واسعدتنا بهالطلة. الله محيك. حياك الله ابو معمر وكل كادر البرنامج. ولا عاد تقول ما عندي زغل. لا اكو اكو اي. ان شاء الله انا فرح جدا بعودة البرنامج والكادر ويباشر العمل، لانه فعلا هو برنامج هادف وله متابعين وله وزنه الاعلامي والتراثي وله قيمته في نفوس الكل. فنتمنى انه دعم لهذا البرنامج من الجهات المسؤولة عليه وتسهيل عمله، لانه فعلا يعني احنا نتابعه صغير وكبير. يا حياك الله، حييت ابو معمر، ساعة المباركة، حياك الله. عندنا تحية للبرنامج، خير ان شاء الله، والكادر. نعم. أقول ما راحني عام من عمره الشقى وانحسب، حتما ترك بالذهن بصمة ألم وانحسب، بيان الندامة وهضم خيط الرجاء وانحسب، عند العليم الذي عند العليم الكتاب دورات وقت قدري، ويا ليتنا للسعد واني عليه قدري. أدري نقيص العمر بس لا يقل اقدري، تسعد معاكم ونرجع من جديد الحسن. الله محييك. الله محييك. يظل حبك يا ناهي مرتعنا وشهد بعدك بجدري مرتعنا. الله الله. تعال انت علينا. ايه. مر. ايه. تعنا تكحل العين يصيبك ثوار. ونعم. سيروا علينا مو هالدليل اشتاق. لولا بدينا نقضي عمر جيراني. الله كريم ان شاء الله. يلا حي ابو محمد ان شاء الله، مشتاقين عليك حيل والله. يا حياك الله. وطال يعني طالت الفتره، يلا التقينا الحمد لله. والحمد لله على سلامتك، ربي يحفظك ويعافيك. الله يجمع الشمل دائما ان شاء الله بوجودكم ويحفظكم. اهلا وسهلا ايضا الاخ العزيز ابو نور الدين ضياء الحلبوسي، يا اهلا وسهلا، ولو شويه معاناه وصولك لهنا وتعبت على الطريق. الله محييك. اهلا عنيكم الجدم والله ابو معمر، وشرف عظيم انه نلتقي مجددا بهذا البرنامج العربي الاصيل اللي متابع من كل دول واقطار الوطن العربي. هذا البرنامج الذي يشار اليه بالبنان، وانت علم ونبراس عالي، نفتخر بيك. بيكم البركه. الله يعزك، وتحيه لكل الكادر الموجود في برنامج مضايف، اهلنا وشكرا لهذه الدعوه مره اخرى. الله محييك ابو نور الدين. الله يسلمك. اهلا وسهلا. قصيده جديده ابو معمر. نعم. اقول بالك لا تماشي ما فهم معناك، بالك لا تماشي ما فهم معناك، وجنب درب ربعك لو شفت عله، اخوك الما يشد الظهر شلك بي. لا والله هيك حزام راخ من الظهر حله، اخوك الما يشد الظهر شلك بي، هيك حزام راخ من الظهر حله، الما يزعل الزعلك قل له ذاك الباب. اي والله اطلع، واحنا نعز خوينا ونزعل الزعله، كفو. ولا تنتظر جيت الدار وجهه وراح، اللي يريد يبوس خدك زين يندل يندل. نعم. وغرب لهم عدل من تلزم الغربيل، يا الله. نعم. وتشلب اللي يظل والما يظل وله، غرب لهم عدل من تلزم الغربيل، وتشلب باليظل والما يظل وله، العلمر والحلو باثنين هن وياك، هذا بوسط صدرك من تهت خل. اي والله العلمر والحلو باثنين هن وياك،
هذا بوسط صدرك من تهد خل استاهل. شلون البس الثوب الما علي يلوق؟ لا والله وانا بيرغ عمام الما عرف ذله، وشون الطش قهوت دلالي يا مشمات، وانا الدوم بربعتك صاين الدله. بالله عليك دفك تهلك عزيزة اذخرها يا مدفاق. يا ابو الما طقت من ايده شلون يحمهله؟ لا والله دفك تهلك عزيزة اذخرها يا مدفاق، الما طقت من ايده شلون يحمهله؟ لا ما يحمي. وعلى كتاف اللي يعينك لا تظل صاعود، ترى صاقر الشجر العنب ينزل. اي والله على كتاف اللي يعينك لا تظل صاعود، ترى صاقر الشجر العنب ينزل. وانا بهالمكان ومن نريد الضوق يتعنى ويجين العنب والسل، وانا بهالمكان ومن نريد الضوق يتعنى ويجين العنب والسل. نعم انا كاتب شعر بيصفن الشيطان، يا الله القصايد بيد سبحه وبيها نتسل. والله انا كاتب شعر بيصفن الشيطان، القصايد بيد سبحه وبيها نتسل، ثقيله بياتي ما يكتبها يا هتشان، اذا علت لحطهن انسف التل. الله الله ثقيله بياتي ما يكتبها يا هتشان، نعم اذا عدت لحطهن انسف التل، التكبر على البشر مرات هم يراد، قضى عمر الذهب على البشر يتغل. ايه تمام. التكبر على البعض مرات هم يراد، قضى عمر الذهب على البشر يتغل. احنا بمجتمع يتشلبه بالمقلوب. بالله عليك احنا بمجتمع يتشلبه بالمقلوب. الله يتفارق نقطع بالوصل والقطع نوصل. ايه نعوف الزين حتى نعاشر مو زين، مع الأسف ونبيع الرادنا والباعنا نجل. يا حيف وابن الخايب نقول اللبس تمنين، وابن المسعدة بالعافية نقول. شوف شون احنا بمجتمع يتشلبه بالمقلوب. اي والله نقطع بالوصل والقطع نوصل. نعوف الزين حتى نعاشر مو زين، ونبيع الرادنا والباعنا نجل، وابن الخايب نقل اللبس تمنين، وابن المسعدة والعافية نقل. ومكشوفة وبعد كل من بخد الطين، المعارك تفضح الضم سيفه والسل. والله صحيح نعم. ومكشوفة وبعد كل من بخد الطين، اي والله المعارك فضحت الضم سيفه والسل، ورحت دورت بيهم ما لقيت الزين. يا حق وجوا دوروا بي وما لقوا زل. نعم وجوا دوروا بي وما لقوا زله. كفو من الأصلاء. كفو والله. الله يلسانك. تسلم الله. عافية الله. الله يسلمك. يا أخو حماد المناضل الله محييك. حيا نباك أستاذنا العزيز. عودتنا بارك الله بيك. كلمات والقوافي الرائعة على هالعقال هذا العز، وأيضا على الصياني والكرم. كفو. ما عليك زود هن يستاهلون. والله يستاهلون. بل فترة ليس ببعيدة صار ظاهرة اللي هي حرق الزروع مناطقنا. إيه؟ الغاية واضحة لأضعافنا وتقليل نعم من قيمنا ومن مبادئنا. أكيد إيه. فقالوا ورزرع، قلنا الزرع فدوة. الله الله. قالوا ورزرع، قلنا الزرع فدوة، اتعزب اللي يضيف البدو من الفتوة. ما خلص خبزنا بمنسف الخطار، والضيف اللي يجينا ندير له الخوة. العدش غير المصايب زرعهن، وعلى ظهور السباية زرعهن. اي والله ما تاكل النار زروعهن، تظل تندار للضيف بغده. تعرف تندار للضيف بغده. نعم وبمناسبة الذكرى 32 لانتصار الجيش العراقي الباسل على أعداء الإنسانية إيران، فسبع موذية لنتفاخر بهذا اليوم، من كان اللي يقاتلهم عجيد القوم. سبع موذية لنتفاخر بهذا اليوم، من كان اللي يقاتلهم عجيد القوم.
قيامة ربك بكل مغربية تقوم لو قالوا وصلوا للساتر. الله الله نجهد. وتقوم الزلم وتردهم من الزود، وتقوم النشامة تردهم من الزود، هذا الدفقة معشوقة زند حاسود. الله الله بذيك العركة ما ميز حمد وحمود، أخذوا لون القاع السمرة. أي والله أخذوا لون القاع السمرة. وظلت نياشين بصدر الإيران عرب بي التنوم سحين تنخاني. أي والله ظلت نياشين بصدر الإيران عرب بي التنوم سحين تنخاني. رايت تزغرني سألت منها نروح اسأل جدك عن جدي. اي والله نعم. رايد تزغرني سألت من هان روح اسأل جدك عن جدي. لا والله خسوي هبة. الله الله ما عليكم تسلم زود. تسلم كفو. اي والله عليكم زود. فعلا اراد هذول الشداد الافاق، واحد دعي اراد ان يسيء الى نسب قبيله دليم الزبيديه العربيه الاصيله القحطانيه، فيخسر. خلي يشوف هم شنو. ما عليك زود ابو معمر، بارك الله بيك. هذا زبيد اللي يندق بيها ينكسر ابد والله. ان شاء الله بخد. ان شاء الله مكسورين كما انكسروا في كل المعارك على مدى التاريخ، على مدى التاريخ مكسورين ان شاء الله، وسينكسرون عاجلا ام اجلا باذن الله ان شاء الله، ويرجع العراق معافى. تسلم. ما عليك زود انت سالم. عاد نسمع يا عيل. لا تبكي، عاد نسمع. ابو عبد العزيز حيا الله ابو معمر. يلا اخوي عاد ما قصرتوا طبعا، يا حياك الله. شديتونا وياكم ويا شعراء، واحنا طبعا دائما هو برنامجك يختص بتراثنا وموروثنا الشعب العراقي الاصيل، هذا التراث اللي دائما نعيد ونسق له تجديد للشباب حتى يعي الشباب هذا التراث الجميل. اكيد ان شاء الله. غناء يفرق الغناء بين الريفي والريفي، احنا غنائنا ريف الغربيه اللي هو سواحلي والعتاب والنايل، تعرف انت. نعم. والحصاد والزعلان والمامر والمولية، أي هاي هذه الأغاني الحلوة. وجنوبنا الحبيب أيضا في بما الكفاية لكل قبيلة ولكل عشيرة ولكل محافظة. نعم. ألوانها بما أنه برنامجنا يختص، إحنا راح نغني محمداوي شوية. أيه. ونقف له بعتابة وميامر. يا الله إهداء لكم ولكل مشاهدي فضائيتنا. أيه. الجميلة فضائية الفلوجة وحفظ العراق من هذا الوباء. أجمل إن شاء الله. شيء أجمل شيء أن نسمع لمحمداوي إن شاء الله، حتى نعرف الحبيبة العمارة ميسان وأهلها وأصالتها، وكذلك ذي قار والبصرة والمثنى والواسط وكل المدن. يحفظ كل أهلنا وعراقنا وبلدنا الحبيب العراق، ونعم منهم. ايش عجب قلبي والحنين وترف، يا خلي تقسي ايش عجب قلبي الحنين وترف، خيط جروح بعشق وبنظرة منك تري، خيّة والله خيّة، خيط جروح خيط جروح بعشق وبنظرة منك ترف، وبشوق بشوق وبشوق وبشوق رف القلب، وبشوق رف القلب مو حتى عين وبشوق عيني ترف، يم ولف يم ولف
والفي يم والفي روح بقت الله يم روحي يم والفي روحي بقت والجسد له للترف انا يا يم والفروحي بقت والجسد والله الجسد له للترف هاي الله 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 هذا اللي طلبته اي نعم هاي الاعصاب هذا الانتقالات من ريفنا الحبيب في الجنوب الغربيه اي نعم لا محمد داود العطاء أسف يا أحبابي العاذل قلبكم أسف يا أحبابي واليما يا يما يا يما يا يما يما فوف فوف وليعيني أسف يا أحبابي العاذل قلبكم وبيذا الغير سلمت قلبكم هو الآل يا والآل يا والآل أثار العذل القلب بين يما يا يما يا واللي أوف يا عالي عالي ولعين العذول القلبي نهم قلبيكم وعبالي بأن ما يفوت الهوى ولعين عيون العيون الله اشقد حلوات هذا لي اشغالي يبو لا 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 عيون هالعيون بلدي كان مفتون وحب والعين بي كان مفتول ليل ونهار سود هذا نياش قلبي حيا الله الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم سعداء جدا نكون معكم في هذه الحلقة بوجود الأخوة الأعزاء المبدعين الشعراء الأدباء حقيقة الأخ العزيز أبو أحمد عنده الكثير الكثير والكم الهائل من الأبيات والشعر والعتابة والزهيري والعتابة خاصة وبها حقيقة أنا أعرف أنه جروب فطيم البشر وفطيم البشر ليش اختاريت هذا الاسم أن يكون جروب فطيم البشر وشنه رسالتك من خلال هذا الجروب للأخوة المشاهدين يعرفون قبل أن نسمع منك الشعر حياك الله أبو معمر أبقاك الله حقيقة هو تراث كنا عايشيه أي؟ أجدادنا وتاريخ فطيمة البشر هي شيخة العتابة وملكة العتابة وهي رائدة العتابة كلها نعم الكثير حفظ لفطيمة البشر نعم ومنهم من نسب إلها أبيات من غيرها فطيمة البشر كانت تكتب موهبة بدقة سبحان الله بأوزان إيه؟ وإلها الكثير من الأبيات يعني ما مجال للسرد بها أسست جروب خاص بتراث فطيمة البشر
اعتمد الأوزان والتفاعيل العروض أهم شيء هذا، إيه لأنه أغلب شعراءنا إحنا نكتب سماعي. بال 2016 بهاي المرحلة أسست الجروب وبدينا نتعلم. أستاذنا الله إن شاء الله يشافيه أبو غيث الخزرجي، هو أستاذ وشاعر وأديب علم العروض، له فضل علينا في يعني رفضنا بمعلومات اللي تخص العروض والبحور والتفاعيل. فعموم شعراءنا يكتبون سماعي. نعم نعم. واللي يكتب سماعي مراهمة إذنه على وزن السماعي ما يحب يغير على الإذن الموسيقية، هو صحيح. نعم. بس هو لا يخلو من الخطأ. نعم. حتى الخلل هو مسموح. نعم. بس أنا ليش أكتب فرد البيت الشعري عبارة عن تحفة؟ نعم أكيد. فمن أسويها تحفة وأضعها أتركها للتاريخ، خلها تكون كاملة. الله الله. يداتها وشيتها وألوانها. أكيد. مو أكيد. صحيح أبو. بلا أكيد. ولا عماد. وإن شاء الله هي. فهي هذا لو كمدرسة يعني. يعني حقيقة كشاعر أو هاوي الشعر، ما أقول شاعر لأنه نوبات ما تحضرني صورة شعرية مثل ما أريد. نعم. ولا أقدر أقولها. صبر يقولها شاعر. يقولها شاعر آخر أنا أعجب بيها. ونوبات أقول لو أكو حرف واحد هيك شايل وضايفه وأن الكلام موزون تفعيله يجوز أحسده عليه. تحسدوا عليه. أحسدوا عليه. أكيد أكيد. صورة شعرية فعلا. علم العروض علم حلو ما ينكره. إيه. هو علم يعني هو قواعد ونحو وشغلات. إيه. فحقيقة أنا كتبت على التفاعيل. أيوة نسمع. إيه. نسمع. أيوة. نسمع. كتبت. الدرر. إيه. بالعتابة والزهيري والمسحوب والمولية والمامر وهواي. والله خل نسمع. قصيت قصيدة مسحوب. مسحوب. إيه. مسحوب للعراق. الله الله. حي العراق، إن شاء الله تعدي أزمة كورونا. يا الله. والكورونات كلهن يروحن. إن شاء الله. والأزمات كلهن يروحن. ويعيش البلد بسلام. أي والله. الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يشافي كل مريض إن شاء الله. إن شاء الله. وكل جريح. إن شاء الله. تحياتي وسلامي للجميع. الله الله. أقول للعراق كنت ضيان للدنيا قناديلك. منارة ومن جميع الناس تلفيلك. كنت دار السلام ولا بطل جيل لا بطل شيلك. صرح علم وحضارة القاع توحيلك عراق. وما دريت الضيل هد حيلك. منين أبدي علي كثر مواويلك. جروحك حيل حضرانا شداويلك. عليك شطول عناتي حلك ليلك. إذا جف القلم ما عاد ينديلك. دهاك من العيون إدوات تمليلك. تقيد لو مسح عاد منديلك. تراه الناس فات دموم من ويلك. دقوم دقوم النوب كافي براك. دقوم النوب كافي براك. شد حيلك مثل هديب مثل هديب مثيل هديب. والمخراز داويلك عساك بخير دايم دوم ندعيلك. عسا عساه بحيف ملعون اللي عاديلك. اي والله عساه بحيف ملعون اللي عاديلك. يعاديلك اي من العتابه. زمان الشوم لا تقصب اهلنا. الله الله. زمان الشوم لا تقصب اهلنا. زمان الشوم لا تقصب اهلنا. عجيب البال من عندك بهن. قبول بصفاح تاريخك بهن ملاحم يوم مبغضهم بشك. اي والله اي والله. بنجا تجمع السم. اي والله. تسلم صح الله انسانك. تسالم تسالم. نعم عمر كتبت بالفصيح. ها على السريع. اي على السريع. يلا نسمع. فيما التجافي بعدما طاب الهوى والقلب رهن للحبيب الأوحدي. هل كان ذنبي في التجافي إنما فرط اشتياقي والهيام السرمدي. السرمدي. العين تبكي شوقها طال الجفا والليل ألقى سفله حتى الغد. يصبو إليكم طر عيني مدمعا لولاه طرفك ما حسدت الأثمدي. لو جاء طيفك في غروبي مغبرا ضجت سمائي في دهام الأعمدي. هل لي بصبح فيه من ريح الصبا الله كريم جاب الضواحي والصروح الأصدي. احمل إلى الأحباب مأساة النوى.
إياك بوحن في رحاب الحسن، رحمك ربي يا مجيب الداعية، ألطف بعبد من أحبة أحنا. ألشن تودهم ألشن تودهم، وحروف الشوق ملوني وبنار صدهم على الجالي ملوني، باين جفاهم عزاز الروح ملوني، وبنوب مجري بلا ماواه لكني، وقلبي قلبي عذلت بهواهم حيل لكني، مجنون مثلي قبض عن النار لكني، باين علي حريج الروح ملو. الله تسلم ساعه اخرى ان شاء الله اخوي. هلا تسلم. هلا ابو معمر. هلا اخوي، حي الله ابو احمد الطعماوي. هلا هلا. اي اخوي ابو نور الدين ضياء الحلبوسي، اي محور نختار لاخو المشاهدين؟ اقرا عن قصيده ايضا جديده كتبت عن الاب عندما الله الله. عندما يتوفى الاب وفي سنين عجاف وفي عاوز يترك أهله، فالمصيبة تكون مصيبتين أكيد. فأقول وفجأة ومات أبويا الغالي وإحنا أطفال، وفجأة ومات أبويا الغالي وإحنا أطفال، ومشت أبوت أبويا ودمعه هن يهل، وأنا انتظر بلش يصيح نمشي وياه، وبلش من الجنازة شماع علت ينزل، حاضن بيدي ثوبه وقاعد اشتم بيه مثل شمة خليل وغفى بحضن الخل، يبوح اوهم يبوح اوهم يبوه النوب ابد للخال يدري ولا العم يكفل. الله اكبر. يبوه اوهم يبوه اوهم يبوه النوب ابد للخال يدري ولا العم يكفل، تيتمنا وبعدنا على العذاب صغار، المثل عمر الورد مو مالهم يحمل، تيتمنا وغزانا الفقر من كل صوب، الله الله اكبر، ايش كثر جاعت بطننا وشبعت من الذل، ولان ندري اللي تعب اللعب راح يجوع، لذلك لما نلعب جهد ما نبذل، ولان ندري اللي تعب اللعب راح يجوع، لذلك لما نلعب جهد ما نبذل، وما مدينا تشفنا وقلنا معتازين، شلون يرخص ايده اللي يستحي من الظل، طالب ما تشنت بس تشنت طالب زين، طالب ما تشنت بس تشنت طالب زين، ويحلت المدارس لون وجهي حل، وما افرح بعد لمن يجين العيد، جيت ام الغرق على البحر شي يقتل، وما أفرح بعد لمن يجين العيد، جيت أم الغرق على البحر شي يقتل، ومو من ثوبنا نرد جية الخطار، بس حطت السفرة بلا أكل تخذل، أكيد، ومو من ثوبنا نرد جية الخطار، لا والله، لا والله، بس مدت السفرة بلا أكل تخذل، كالشاخين لكن ما ملكنا ثياب، كالشاخين لكن ما ملكنا ثياب، ومن فشلة هدمنا من البشر نختل، كالشاخين لكن ما ملكنا ثياب، ومن فشلة هدمنا من البشر نختل، من قد الفقر نتحاشى شوف الناس، العايش بالظلام من الشمس يجفل، من قد الفقر نتحاش شوف الناس، العايش بالظلام من الشمس يجفل، قمنا نبيع مي عيوننا من العوز، وقمنا نبيع كل شي وكل شي ما نعزل، واحنا نقول فدوة وكل شي خلى يروح، بس عصابة امي لا ثمنها يقل، قمنا نبيع مي عيوننا من العوز، يا الله،
وقمنا نبيع كل شي وكل شي ما نعزل، واحنا نقول فدوة وكل شي خلى يروح، بس عصابة أمي لا ثمنها يقل. أمي من أجلنا شكتر شاف الضيم، الما يجزع صبرها ولا خلقها يمل. إذا جان البرد والحطب ما موجود، تقطع من شعرها وتوقد وتشعل. علي بعين تبكي ولجل أخويا بعين، الأم حتى بكيها على الولد تعدل. إذا جان البرد والحطب ما موجود، تقطع من شعرها وتوقد وتشعل. علي بعين تبكي ولجل أخويا بعين، الأم حتى بكيها على الولد تعدل. عراقية ولكن ما نعرف منين، تصل الظهر تشتف والعصر تسبل. يا الله. عراقية ولكن ما نعرف منين، الله الله، تصل الظهر تشتف والعصر تسبل. وكبرنا وقمنا نكتب على الجروف حروف، يا فقر اليتامى مش كثر شايل غل. الله. يا فقر اليتامى كثر شايل غل. سلامتكم وسلامة المشاهدين الكرام. الله يرحمه برحمته إن شاء الله، ويرحم كل أموات المسلمين، أبهاتنا وأمهاتنا يا رب إن شاء الله، الرحمة في عليين إن شاء الله. تسلم، صح الله لسانك. أي أخوي عماد، الله محييك. حيانا باك بيوت عتابة، وقصيدة فيها رسالة. أكيد. اتعبتنا وجوه خلط مار فيهم، أتعبتنا وجوه خلط مار فيهم، هن الطيب وان مار فيهم، شلون اللي يروحوا لمار فيهم مثل مارثية تفطيم الظنى. اي والله يستاهلون. ومن غيب تزولهم يا حمد بيناخ، لعن ما مارنا من قبل بيناخ. من غيب تزولهم يا حمد بيناخ، لعن ما صابنا من قبل بيناخ. الهمة جمض فوق الشبد بيناخ، الهدية بالماء يشلمنا السرق. وشف جحيف الليالي مار دنك وشيلات الطويلة مار دنك، عوانس عندها الهنا المارا دنك وصاما عن طعم غال الظن. عوانس عندها الهن المارا دنك وصاما عن طعم غال الظن. وهذا النقط بوم بركان الحشم مو لحن، هذا النقط بوم بركان الحشم مو لحن، وجفوف قصرا على نيل السعد ما لحن. مخاوى الخناجر ليه ما شفتهن ما لحن، جرحي ودم من الطعن ما جره. مخاوى الخناجر ليه ما شفتهن ما لحن، جرحي ودم من الطعن ما جره. وإي من جفيت نيارين القلب مو جره. دحج بوجهي دحج بوجهي إذا ردت تعرف ما جر عيوني على عزاز من صب الدمع مو لحن. أي أيوة والله. ورسالة إلى من يدعى الشيخة وهو ليس بأهل لها. أهل لها. أي أيوة والله. مو وقت العقل راس العرب دفاق. إيه. الرادي شيخ بيها البسلة بيرية. إيه. مضيف المعركة للمنتخ الحرات والجعبة عادل ميت خاتية. والله صح. شيلوا سلاحكم مسخوا ذاك الصوب وعادوا صورة الألف وسبعمية. قوم لهم وأجلع دارك البعدين. إقبال الغيرة ما توقف لحادية. الشيخ الما يطب أول زماط الخيل، من تحسب طلب لا ينطف أصلية. أي والله. الشيخ الما يطب أول زماط الخيل، من تحسب طلب لا ينطف أصلية. ومو شيخانة مو شيخانة، بس لما انفتت لعداي بصمت بروسهم شيلات نارية. وفت لهم انتيه راي من الراس، كانها على العدة صولة زبيدية تبيض وجوها هلأ. وفت لهم انتيه راي من الراس، كانها على العدة صولة زبيدية تبيض وجوها هلها ونخوها.
الله وترد على ظهرها وان اخوها صرخت وين اخو اضحى وان اخوها ينزف الى رجلين ودمه باكر يضيق النفس وان ابن ابوي والما يدق رجلي بسواتر ينفضح باكر تميل الارض بالمفطين وتتوزع نانها جفوف الفلح يا الله, الله تسلم, تسلم تسلم تعيش 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 يا زبيدي كفو كفو ما عليك زود ابو أيوة عمر نعم زودي من أيوة زودكم ابو عبد العزيز يا الله يا اخوي راح ناخذ نايل الحويجه هذا النايل اللي هو في العراق يقولوا من تقول يقول له غرب الهنا ايه غرب غرب وبسوريا يقول شرج الهنا اي والله صحيح هو لون رغم انه حزين لكنه جميل ومسموع بكثير من البلدان اي والله عند استاذ دكتور ماجد مرهج السلطاني استاذ جامعه واسط من يسمع النايل يا اخي انجن يا اخي ذوب يا اخي اصيل لانه تدري بسلطان زبيد فالدكتور ماجد حقيقه قال لي الله يخليك لا تخلي حلقه اذا ما بيها نايل نايل قلت له ابشر والله تحيات نايل تحيات نايل تحيات نايل ولها الوصف اي والله أثار من لون حيطانك يا يما يولي ومن لون حيطانك والله باين عليك الحزن يا عيون يا عيون أي أي ومن لون حيطانك يا يما يولي إلا والله باين عليك الحزن يا ويلي يا ويلي شلون ما تحزن هو ايش ظل بيها هلها راحوا نازحين مهجرين اي ودليل بنار جاوين ويا يما يا ولي دليل بنار جاوين بل عاد شلون انت وادع عود ليل بنار جاوين يما 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 دليل 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 بنار جاوين بل والله شلون انت وادع يا عيون يا عيوني
حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا. حقيقة ما تبقى من الوقت نستمع إلى قراءة شعرية من الأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم. تمنياتنا الشفاء العاجل للأديب الكبير الشاعر محمد حمد السواد أبو وضاح، وأيضا للأخ العزيز الشاعر الكبير سمران قيصو مجغيفي الذي تعرض إلى وباء كورونا حقيقة، وإن شاء الله يتعافى قريبا بإذنه تعالى. نتمنى له الصحة والعافية، ودعائنا بالشفاء العاجل لكل مرضى اللي أصابهم من هذه الجائحة، وتحياتنا لكل شعراء العراق على امتداد العراق، لأنهم يعني كنخيل العراق بكثر نخيل العراق شعراءنا، فلهم التحية والمستقبل الزهر والتألق إن شاء الله جميعا. يا أخوي أبو أحمد، ولا أنت أبو معمر، يلا حي أبو معمر. هلا والله عتابة. أي والله غدا وحسرة بدليلي شرّ عنهم حرت مدري الجواز شرّ عنهم. تقفوهم حوادي وشرّ عنهم مجافي، ولا أحب الناس الجواز مجافي راح. أنياب الجور بكبودي طواعين، ولا أنا والخلق لمر طواعين طاعوا الحال. إيه يا ريت الزاد والمشرب طواعين، عقبهم من غدا حقد الأضراء. إي والله حقد الأضراء يا بو. أقول على الماجدات. نعم استأهل الماجدات. نخل برحي ضوامي من سعفهن طلعهن مات بيهن من سعفهن. من هو السعفهن؟ أي والله أي والله شهادة للنواهي من سعفهن كمن ما بات من عذر أبد والله. والنعم من الماجدات العراقية اللي خلفن النشامة. أي والله أي والله شهادة للنواهي من سعفهن كمن ما بات من عذر. يا الله جميل تسلم. أقول هضيمة صار وقتي هازلي، هضيمة صار وقتي هازلية، وعلي جر السناق وهازلي. تبعت أضعون خلي هازلية عجاف، عجاف ولا مؤهن على السر. عجاف ولا مؤهن على السر. عجاف ولا مؤهن على السر. يا الله. يقول الشاعر قيس بن الملوح، أقول لظبي مر بي وهو سائر أأنت أخو ليلى؟ فقال يقال يقال. فقلت أفي وادي الأراكة والحما؟ يقال بظل فيه. فقال يقال, يقال. فقلت يقال المستجير بعفوكم إذا ما جنى ذنبا؟ فقال يقال, يقال. فقلت أنت هل عارك الريم من حسنه جمال؟ إي قال إي قال. واحات عيناه في ظلها الحمامي قال ما بال ورد ما بال وردا ربى تلك العيون؟ قال عودي كعصف أكل من برقهن ما نم ما نم. وفي ليل صدك أحاول على الطرف ما نم. قد بحت سرا بظنك عاذ الإيمان، كفك بكفي ودع كل ما يقال قال. بارك الله بيك. كفك بكفي ودع كل ما يقال قال. قصرت يا أبو أحمد، شكرا جزيلا. أحييت يا حل يا تسلم والله. يا أخوي أبو نور الدين الله يسلمك. أبو معمر أبيات، بعض الأبيات إلى الأيام. نعم. الجميلة التي سبقت دخول الاحتلال عندما كان العراق عراقا عراقا إلى تلك الأيام، مو هسه محتلا. أي والله أي والله. إيه أقول إلهن حق علينا وإحنا ناسيهن، إلهن حق علينا وإحنا ناسيهن، وتفيض دموعنا لو جبنا طاريهن. أي والله هن سنين صعبة. إيه وحال بيهن عوز، بس القلوب وحدة ونعرف اش بيهن. اي أيوة والله اذا البطون جاعت ما تحس بالجوع، لان عين الاوادم الله ماليهن ماليهن. قبل كانت محنة وغيرة بين الناس. اي أيوة والله. وقبل كان البشر اللي بقلبه يحكيهن. نعم. كان الموت عجبه. اي أيوة والله. واذا واحد مات نسد شاشاتنا وبسود نغطيهن. أشو هسه الجنايز ضحك بيها يصير، شمسانين بيهن لو مشيعيهن. اي والله أشو هسه الجنايز ضحك بيها يصير، شمسانين بيهن. اي والله لو مشيعيهن. هذيك سنين حلوة وعلى الفطرة نعيش، ولو ندرش وراهن ما نعديهن، رغم ذاك الحصار وناس تسند ناس. اي والله ومن تنخل عراق ثيابه ينطيهن. والله صحيح ونعم.
رغم ذاك الحصار وناس تسند ناس. اي والله. ومن تنخل عراق ثيابه ينطيهن. الله. عراقي وبس عراقي وما نقول لمنين. كفو. ولا ندر الطوايف شنها ساميهن. الله اكبر. وانهض يا ابو الغيره وقول حنن. انهض يا ابو الغيره وقول حنن. اسباعوا ان بالميدان. كفو. حنا يا ول يا لو نار العراق تصير. حنا حنا لحن عيوني قبل تشوف ايديا. اي أيوة والله اي أيوة والله لحن عيوني قبل تشوف ايديا. سلامتكم. والله المشاهدين. والله وتعيش وتعيش ابو نور الدين. تسلم. اي يا اخوي عماد اخوك راحت بالك تبشر رساله بيت زهيري الى متعددين الوجوه. شن ما عرفكم بهذا سنين وجهلكم. شن ما عرفكم بهذا سنين وجهلكم بدرب واحد وبالخمسين وجهلكم. ايه شين يا شلتوا خطية جهال الناس وجهلكم. باشر يكبرون ويسيلونكم عنكم. مو يلما مليت تحت من الرمل. شنو عذركم عنكم يلي تحسون ان هذا الحكي عنكم. ايه هذا عنكم لان ميتين وجهلكم. ايه انتوا المقصودين يلي تحسون ان هذا الحكي عنكم. ايه هذا عنكم لان ميتين وجهلكم. يا الله. وما غزر الطيب لكني مخالبها. بعض الرفاق اظن فقدت مخالبها. مو ولد عمها ولكنهم مخالبها. من ديك هند تدلع الغدر وحشاه. البسنون هتلوج من شبد السبع وحشاه. من جيت مشتاق وان وجوههم وحشه كشفت ظهر تحضرت المخالبها. يا الله. وطلب هذا البيت الزهيري الى ابطال فوج 16 طلبوه مني واني بالطريق. نعم. تحياتي الى العقيد عز الدين امر الفوج والى ابطال الفصيل وابطال الفوج. هذا كنا بالبيجي فكتب هذا البيت. نعم. يقول بطمطام البحور شف الوطن دافعنا. الله. ورجال تقهر عدانا برخص دفعنا. تكسر عزمنا وهسمك كان دافعنا. وارواحنا رخاص لجل هواك بعناها. الخيل الاصيله تعرف الساس بعناها. اكيد. انمر شامت انمر شامت وقال الارض بعناها. قولي لهم يا دار وقت الضيف دافعنا. اي أيوة والله. سلامتكم. ونعم كل الرجال اللي دافع عن العراق ووحده العراق وشرف العراق وعروبه العراق. تسلم. صح الله لسانك عبد العزيز. صح بدنك. ما عليكم زود. يلا يا ابو عبد العزيز نسمع الجنوبي البوذيه. اي رد بتاليها. يلا ماشي. استاهلونا هن. يلا اخوي. ابد والله. هاي اي والله. وعطب وعطب يا من فرقاك هدي قلبي. من فرقاك هد قلبي وعطايا على الطعنات متعلم وعلى الطب. الطعنات متعلم على الطب. على الطعنات أنا متعلم وعلى الطيب.
أسيل الناس أسيل الناس عن علتي وعطيب والله أسيل الناس يا ويلي عن علتي وعطيب طبيب اعتار ما يفهم علي شلون بي يا بي يا بي انا استويت عبان زماني علياني الياني الياني علي راحي وخيلاني وساري الليالي بطوله اولع قلبي وريماني اهي ولي وي يا بي الي وانت للي لابد على سباق بويا اليوين الي وانت للي لابد على سباق عمي لو دهر مو جربيه فاقد حضور بويا الي وانت يا للي خالي لي يا ولي وي ولي الله يا ولي وي وي والبوي أحسن تسلم إنسانك تعيش أعزائي المشاهدين استمتعنا بهذه الطلة وأسعدناكم إن شاء الله ويانا في هذه الحلقة من برنامج مضايفهن. انتهت هذه الحلقة. أيضا نشكر شكر جزيل حضور الأخوة الأعزاء الشعراء المبدعين الأخ الشاعر أبو أحمد الطعماوي وأيضا الشاعر ضياء الحلبوسي وشاعر عماد المناضل والفنان طعمة والفنان عطية جبوري أبو عبد العزيز العازفين الحلوين أزل وصهيب وأيضا الأخوة الأعزاء فريق العمل المصورين سيف العبيدي ويحيى الميزان وعلي باسل أيضا هندسة الاستوديو الأخ خالد المحمدي وهندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي التنسيق عبد الواحد البدراني. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج الدكتور ياسر صبيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفية شباب الهدرة ومثل المزل ومين دعاهم للحرب داع الوطن عفية شباب الأرعب ورات للعداء الأم لطرف الليل نوم الفاجدان